كي تكون لكم حياة بعد الموت. وعندما ارتفع للسماء كانوا هناك شهود عيان. فالكتاب المقدس لا يقتصر على الكتابة، يقتصر على أعمال مباشرة وشهود عيان كثيرة جدا. الرب يسوع المسيح بدون خطيئة ولا يستحق الصلب أطلاقا. وبالمحاكم عندما نقرأ المحاكم لأي عمل عملته لكي تصلبوني، قالوا له ليس لأي عمل، لأن كل أعمالك جيدة، لا يوجد لك عمل لكي نصلبك من أجله، ولكن القوم يريدون أصلبه. وهذه هي نداء الشرير يصل إلينا. الناس دائما تحارب الخير ودائما تحارب المعرفة، ولكن اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال هذه البرامج، من خلال قناة الأرامية وخدام قناة الأرامية، الكلمة وصلت إلى كثيرين جدا، وصلت إلى بيوت المسلمين اللي كانت لا تسمع نداء الرب يسوع المسيح. ديانات كثيرة ومن ضمنهم الإسلام، لأني كنت مسلم سابق، ضيعت كل هذه المواضيع علينا، كل هذه بعدتها، كان نسمع من طرف واحد. ولكن اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كل شخص بيده موبايل، كل بيت بأربع خمس موبايلات، كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فيسمعون هذه الكلمة، والتيك توك موجود والبرامج الأخرى موجودة ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى موجودة. كلمة الرب يسوع المسيح توصل للكل. بما أنها توصل للكل، هذا هو النداء لك يا عزيزي المشاهد، أؤمن تخلص أنت وأهل بيتك. الله بيريدك تخلص، الله مش طالب منك لا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة ولا جهاد ولا هاي الأمور كلها اللي موجودة عندك. الله طالب قلب صادق، أعطني قلبك وعيناك لاطلاح الطرق. وهذه هي رسالة المسيح. فالمسيح جاء للكل. أنت يا عزيزي المشاهد اللي تسمعني، المسيح جاء من أجلك. أنت يا عزيزي المشاهد اللي تسمعني، المسيح تألم من أجلك. أنت اللي تسمعني، المسيح مات من أجلك وأيضا قام من أجلك، هدية وعطية مجانية ثمينة جدا مقدمة لك من الله. الله قدم لك هذه العطية، وهذه العطية هي اللي توصلك إلى السماء. لا بموسى توصل ولا بمحمد توصل ولا ببوذا ولا بغيره ولا بغيره ولا بغيره، دول ما بيوصلونك. هذه ديانات أرضية لكي تعيش على الأرض، زي القوانين السياسية وغيرها، واحد يقتل الثاني واللي موجودين. ولكن دخول الملكوت السماوات إلا بالمسيح وحده، وهذه ما تشهد له جميع الكتب، حتى الكتب الغير مسيحية تشهد للرب يسوع المسيح أنه هو الطريق والحق والحياة. فهذا النداء لك يا عزيزي المشاهد، أنك تتوب وترجع وتقبل الرب يسوع المسيح مخلص لحياتك لكي تصل إلى الحياة الأبدية. الرب يبارك حياتك. أمين. شكرا كتير أخويا كريم، الرب يباركك، الرب يباركك جناب القسيس. مرة تانية لما احنا بنشوف مين اللي بيستفيد من عمل المسيح الكفاري على الصليب، الكتاب وضح تماما كل من يؤمن. المسيح جاء إلى العالم لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. من يؤمن به لا يدان، وأما من لا يؤمن فقد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. يبقى الشخص اللي بيحرم نفسه من الإيمان بيجيب على نفسه الدينونة. السؤال، لأنه إن احنا بنتكلم عن عمل المسيح الكفاري على الصليب اللي فيه غفر لنا خطايانا، السؤال، وأنا هسيب الفرصة لجناب القسيس جهاد وجناب الفاضل أخ جورج عن موضوع من متعلق بموت المسيح وقيامته وصليب المسيح، واللي الناس بتسيء استخدام هذا العمل، اللي هو أن المسيح لما مات حمل خطايانا، المسيح غفر لنا الخطية. هل عمل المسيح الكفاري اللي من خلاله بررنا، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله، هل ده بيقودنا إلى السلوك في القداسة أم تصريح بالخطية؟ يعني أنا لأني عارف أن الله بيغفر لي في أي وقت، فكده أعمل أخطاء، زي ما واحد قال، أحدهم قال أن أفضل أعمل أخطاء وقبل ما أموت بثانية، زي اللص اللي كان على الصليب، أقول له ارحمني أنا الخاطي أو اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فهل عمل الصليب وعمل المسيح وغفرانه هو بيخليني
أسير وأسلك في حياة القداسة ولا تصريح لي بالخطية؟ ده هاخد الجناب الفاضل قسيس جورج وجناب الفاضل أخويا جورج بعديه، ولو الأخ كريم لي تعليق فأنا بفضل جناب القسيس جورج. جناب القسيس جاد أنا شكراً. أنا متلخبط فسامحوني. شكراً. الحقيقة أنا صلاتي إنه كل أحب اللي عم يتابعوا البث المباشر الآن هيدا، في كلمة واحدة بس بحب سماعها للكل إذا صح التعبير، إذا كان الأحبة بحبوا يدعموا الآرامية بالمادي، التواصل من فضلكم مع برنامج الآرامية لحتى دايما تكون الآرامية في انطلاقة كبيرة لتوصيل رسالة الإنجيل والحياة للعالم أجمع. بالنسبة للموضوع الأساسي اللي عم نتكلم عنه اليوم بخصوص عمل المسيح على الصليب اللي شق التاريخ إلى نصفين، ما قبله وما بعده، اللي عمله المسيح كان عمل أكثر من رائع في البشرية، وهو أنه المسيح بس الوحيد في تاريخ الكرة الأرضية اللي استطاع أن يدمر سلطان الشيطان. يعني رئيس الملائكة نفسه جبرائيل لم يستطع، ميخائيل لم يستطع أن يتحدى الشيطان. شو قال له؟ قال له الرب يدينك يا شيطان، الرب يقدمك. لكن الشخص الوحيد اللي زعزع قوى الشيطان في قبر الشيطان هو المسيح اللي فسد وأبطل سلطان الشيطان بالموت. ما هي القوة اللي الشيطان كان حاملها قبل قيامة المسيح من بين الأموات؟ تعشو هي سلطان الموت. الشيطان هو اللي عنده سلطان الموت قبل القيامة، هو الذي كان يميت البشر. عارف كيف؟ هذه كانت سلطان الشيطان. الخطية بحد ذاتها ما بتموت الإنسان، اسمعوني، اللي بيموت الإنسان هو مش الخطية لكن الخاطي. الشر ميت ما بيموتك الشر، لكن الشرير هو اللي بيموتك. فهموني يا جماعة، يعني إذا صح التعبير، إذا أنا بدي أقول لكم في فرد، في بإيدي فرد، هل الفرد بيقدر يقتلني؟ الفرد ميت ما في حياة، لازم يجي شخص يحمل الفرد ويقوصني ليموتني. الفرد بحد ذاته ما بموتني. الخطية ما بتموتك، اللي بموتك هو الخاطئ الشرير. فلذلك لما دخلت الخطية على آدم وحواء، مين دخل مع الخطية؟ الشيطان. وبالتالي صار في إلهين في جسم آدم، صار في إله الخلق الله، وصار في إله الشر اللي هو الشرير. فصار آدم مبعثر، ما عاد يعرف الصح من الغلط. يعني إذا في عندي أنا هون في كيس سكر، أوكي، وهون في كيس ملح، أوكي، أنا فيني أعرف إذا كانوا مفروزين هيدا سكر وهيدا ملح. بس إذا كانوا مفروزين مع بعض كيس واحد، فيك تعرف مين السكر ومين مين الحلو الملح؟ لا، ما في. هيك صار بالإنسان. الإنسان عنده معرفة الخير وشوك عنده معرفة الشر، اثنين كيس واحد. فإذا أنت بالنسبة لك بسألك هيدا خير، خلي الحس، لا هيدا شر. طب أنت شو بتقول؟ هيدا خير؟ ايه خير، حسب دوقك أنت صرت تقرر مين الخير ومين الشر. فعشان هيك العالم اليوم شو بيقول لك؟ يا عمي أنا برأيي إنه الكذب خير. إذا أنا بدي خلص حالي من الموت أنا بكذب، بالنسبة لي الكذب خير. بالنسبة لك أنت صار الشر والخير نسبي، ما عاد في شيء مطلق. العالم اليوم ما عاد يؤمن بالخالق، بقول لك ما في خالق.
انت الخالق وهذا الخالق في مليون خير وشر. هيدي اللعنة اللي حلت بالإنسان، معرفة الخير والشر هي اللعنة. ما عند إنسان يعرف الخير من الشر. إجا المسيح، شو عمل المسيح؟ المسيح عمله فرز من الإنسان الخير من الشر. صار الإنسان بالمسيح يعرف الخير من دون المسيح مبعثر. عشان هيك الإنسان الوحيد اللي بيعرف الحق من الباطل هو اللي عنده المسيح. بس إذا عندك الوسواس الخناس بصدرك كيف بدك تعرف الحق؟ ها؟ كيف بدك تعرف الحق من الباطل إذا الشيطان ساكن فيك وبقول لك أنا الله؟ كيف بدك تعرف الخالق؟ بصير أنت مرعوب من مين؟ من الحق، من الله. بصير شو؟ فرحان بالشيطان. الوسواس الخناس أكلوا لك قرآنا عجبا. إيه صلي معي يا شيطان، بيصلي معي قرآن كريم الشيطان وبقول لك بشهد لك وكل شيء. ليه؟ ما بديك تعرف الحق. شو قالنا المسيح؟ وتعرفون الحق والحق يحرركم. حتى بالإنجيل بالتوراة بالعهد القديم والجديد والقرآن شو قال لك المسيح؟ شو قول الحق؟ المسيح هو الحق. من دون الحق مستحيل تعرف الخالق. صلاتي في هذه الأيام المباركة اللي العالم كله 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 عم يحتفل بعمل عظيم جدا جدا زعزع التاريخ وغير مسار البشرية كلها، هو المسيح. إذا أنت بدك تكون حي للأبد بدك الحي يسكن في قلبك ويطرد الوسواس الخناس ويرعب الشيطان مثل ما المسيح أرعب الشيطان. شو قالوا له الشياطين للمسيح؟ تعرف شو قالوا له؟ ائذن لنا أن نذهب إلى الخنازير. أنت مرعب خيفنا. روحوا راعد الخنازير انتحروا. صور الخنزير ما تحمل الروح النجس. كم بشر اليوم عم يتلذذوا بالروح النجس؟ كم إنسان عم يتلذذ مع الشيطان، مع الوسواس الخناس، مع ولدان مخلدون، فرحان مبسوط؟ ليه؟ ليه؟ لأنه هذا الإنسان ميت جاهل ما بده الله. الله قالنا هذه الكلمات وبنه هذه الكلمات. صلاتي في هاي الأيام المباركة كإنسان، أنت ما في إنسان عاقل بده الهلاك والموت والشيطان وجهنم. ما في إنسان عاقل. حتى الكافر والملحد واللي بيعبد الأصنام بيقول لك نحن ما بدنا الشيطان وما بدنا الموت والهلاك. في إنسان على فراش الموت نشكر الله إنه أنا بدي موت؟ بكل عقلان عمرك شفت واحد على القبر عم بينازع وعم بيضحك؟ عم بينازع عم بيبكي عم بيضحك. حتى المسيح على الصليب، المجد اسمه، لما كان على الصليب قال صرخ، صرخ المسيح على الصليب من الألم من الوجع. قال كيف؟ إلهي إلهي لماذا تركتني؟ صرخ المسيح على الصليب. في إنسان عاقل بيتمنى الموت لنفسه؟ ما في. لكن في ناس مخدوعين بلك ايه انت روح قتل حالك وقتل اللي معك تطلع على الجنة تنكحور عين. في إنسان عاقل بيصدق هيدا الكذب؟ انت لحتى تنبسط وتحيا بدك تموت وتنكحور عين بالقبر؟ ما في إنسان عاقل بسؤال الكلمات. صلاتي في هالأيام المباركة إنك ترجع 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 للمسيح الحي اللي بدي إياك تعيش، ما بدي إياك تموت. أمين. شكرا جناب القسيس. الرب يفتح أعين الجميع عشان نعرف وندرك أن الرب يسوع المسيح جاء وأعطانا الفداء الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. فبنشكر الله لأنه دايما معانا. أنا لسه كنت هدي الكلمة للجناب الأخ العزيز الأخ جورج، بس ما عرفش لسبب ما الأخ جورج اختفى. ما عرفش هل ده حد حصل له. احنا بيحصل لنا كلنا الحكاية دي، بيحصل لنا كلنا، احنا كلنا بنختطف أو يحصل لنا نوع من الإسراء. فأتمنى أنه هو يرجع. رجع أخونا الأخ جورج مرة تانية. أهلا وسهلا بك أخونا جورج. أكيد أنت كنت سامع معنا بس احنا شفناك اختطفت كده مرة واحدة. فمرة تانية أنا برجع بتكلم على أن أهمية الصليب كان في غفران الخطايا، لأن من غير الصليب ومن غير عمل المسيح، من غير عمل المسيح الكفارة على الصليب ما فيش غفران الخطايا.
وبيتكلم الكتاب المقدس دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وكان السؤال عن فكرة ونقدر نتكلم فيه أكتر، لكن كمان نتكلم عن أهمية دم المسيح. لكن هل معنى أن المسيح غفر لنا بدمه، هل ده تصريح للخطية ولا ده بيقودنا أن احنا نسلك في القداسة؟ ولو حابب تتكلم عن كمان نتائج عمل الصليب فده يكون كويس. فمعك واحد من السؤالين اللي تحب تجاوب عليه، والباقي يبقى الأخ كريم وأنا ممكن نكمل. تفضل جناب. أنا قبل ما الخط يتقطع أعتقد حضرتك كنت طرحت سؤال، هل الخاطي يقول أترك نفسي لغاية ما أجي أموت وعلى الفراش أتوب؟ أنا فاكر السؤال كده. ما هو السؤال، هل عمل الصليب هو والغفران تصريح للخطية لدرجة أن الواحد يقول أنا ممكن أستنى زي اللص على الصليب وأقول هتوب وخلاص، لأنه خلاص هعمل الخطية وفي الآخر أنا طالب رحمة ربنا وبرحمة الكثيرة هيغفر للخطية، فده تصريح للخطية أفضل عايش بالخطية طول حياتي، ولا ده عمل المسيح الكفالة على الصليب بيغيرني؟ فزي ما بيقول الرسول بولس في رسالة إلى كلوسي بيقول كده: إن كنتم قد متتم مع المسيح فلماذا كأنكم عائشون في العالم؟ تفرض عليكم فرائض لا تذق لا تمس لا تجس التي جميعها للفناء في الاستعمال. وبيكمل في الأصحاح اللي بعده بيقول: إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. فطبعا السؤال موجود لحضرتك، هل وآيات كثيرة، بس الفكرة أنا عشان ربط الحلقة النهاردة بالصليب والقيامة فأنا حبيت أقول إن المسيح غفر لنا على الصليب. طب هل غفران ده بيخلينا إن احنا نطمع في الغفران أكتر فنعيش زي ما احنا عايشين في الخطية وبعد كده نبقى نيجي نتوب في الآخر قبل الواحد ما يموت، ولا الغفران وعمل المسيح الكفالة على الصليب بيغيرنا وبيغير سلوكنا وبيغير حياتنا؟ اتفضل حضرتك. بارك حضرتك على التوضيح. الحقيقة الكتاب بيعلمنا إن لا نغامر بحياتنا. فلما بيقول مثلا: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله لأنه مشغول بالدنيا وعايز يربح وخسر نفسه في الآخر، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه، أو بلغة كاتب الرسالة إلى العبرانيين هتلاقيها في 3:7 بيقول إيه: اليوم إن سمعتم صوته، العدد الثامن اللي بعديه يعني هما كمان، فلا تقسوا قلوبكم. وبعد كده يعيدها تاني في 3:15: وانا ليا غذاء دايما في الاعداد، يعني الرب بيغذيني كده بالاعداد. 3:7 بيقول لك اليوم اول ما تسمع صوته تتوب. اروح ليوحنا 3:7، انا بقول الشاهد يبقى متشابع علشان ما نسهوش بسرعة. 3:7 بيقول إيه: دخل نيقوديموس رئيس دين للمسيح، والرب مش هيجامل وعلى طول ادهاله إيه هي: ينبغي أن تولدوا من فوق. من غير الولادة من فوق ما انتش داخل فوق. يعني إيه؟ في واحد جيل المسيح، وده اتكرر 3 مرات، اتقال في 3 أناجيل، بس لوقا جه 2 سألوه نفس السؤال. إيه هو؟ بيقولوا له: ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ يعني أيها المعلم الصالح، وإلهنا هو الصالح وهو الراعي الصالح وهو المعلم الصالح وهو النصيب الصالح، ماذا أفعل لأرث؟ السؤال لما دور عليه وفتش كده، ينفع يا حضرة القسيس وحضرة القسيس والأخ كريم، ينفع أعمل حاجة ليك علشان أورثك؟ هتقول لي: لا يا ابني ما ينفعش، انت عشان تورثني لازم تبقى ابني. الميراث بالبنوية اللي اتكلمنا فيها في الاول، عشان كده الرب قال له لازم تتولد من فوق، والعدد ده 3:7 في يوحنا 3:7 زي عبرانيين: اليوم ان سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم كما في الاسخاط. انا لي قريب عزيز عليا زمان وأنا شاب قبل ما أجي وهاجر، بقول له توب، يقول لي: لا 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 أنا هعمل زي لص اليمين. هو ما كانش يمين ولا حاجة، بس أقول حتى كان يمين ماشي. هتعمل إيه؟
قال أنا هتوب قبل ما أموت في آخر ساعات. قلت له وهنت ضامن حياتك هتموت إزاي وهتموت إمتى؟ للأسف بعد حوالي 15 سنة أنا كنت هنا وهو ما عرفش هيموت إمتى. ليه؟ دخل في غيبوبة. اوعى تغامر بحياتك الأبدية، العب مع أي حاجة بس ما تلعبش مع حياتك الأبدية. ليه؟ لأنك مش تشطلع منها ومفيش فرصة تانية، كل الفرص هنا. والرب يعلمني إيه هي الدينونة، ليه الناس هتروح جهنم؟ يوحنا 3:19، إن مش لأننا خطاة، ما جميعنا خطاة، كلنا خطاة، بس في واحد قبل المخلص وفي واحد رفض. إيه هي الدينونة يا رب يسوع؟ تبارك اسم جلالك. هو بيقول وهذه هي الدينونة، بيحكي لنيقوديموس نفس الحديث في يوحنا 3، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. عارف يوحنا في رسالة يوحنا يتكلم عن الأعمال الشريرة لقايين إيه؟ يقول لأنه ذبح أخاه. طيب يا يوحنا ولماذا ذبحه؟ أنا بحسب يعني العمل الشرير اللي هيقوله أنه يذبح أخوه. لا لا، لماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة. قولت أن أنت تقترب إلى الله عن أي طريق آخر غير الدم غير الذبيحة، هذا في عيني السمام أشر عمل، وهتفتكر أنه حاله. والرب يقول لقايين إن أحسنت أفلا رفع، لا في صوم ولا أعمال ولا جزة ولا دفعيات تقدر تخفي، لأن أجرة الخطية موت مش أعمال صالحة. لكن بقيت الآية الجميل، وأما هبة الله، أنا استاهلها ما استاهلهاش، مفيش أعظم قديس يستاهلها، هي هبة. يعني إيه؟ مجانية، عطية. أما هبة الله فهي حياة أبدية من خلال مين؟ بالمسيح يسوع ربنا تبارك اسمه. هو اللي قال أنا اللي أفدي وأنا اللي أعطي، لأن إحنا ما نقدرش ندفع التمن كبير قوي، ما نقدرش عليه. عشان كده كل إنسان بسيط يقدر يقبل الرب في قلبه. وانت بتصلي تقدر تصلي 608 كلمة زي ملوك الأول 8 سليمان، تقدر تصلي كلمة زي متى 14 بطرس، يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وشاله ورجعوا السفينة، رجعوا السفينة. يا إما الرب كان شايله ويعزك بالرب، يا إما مشي مع الرب فوق البحر. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبه. قل له افتح يا رب قلبي زي ما فتحت قلب لدي عبدتك. أمين. أشكرك على الوقت حضر القسيس. أمين. شكرا أخ جورج، الرب يباركك. شكرا جناب القسيس، شكرا أخويا كريم. الحقيقة وانت بتحط الآية الرائعة اليوم، إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، فكمان الرب بيقول اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول. فأنا بصلي أني ما يبقاش في قساوة القلب. أنا سئلت السؤال ده اللي هو فكرة هعمل الخطية وقبل ما موت على طول هقول اللهم ارحمني أنا الخاطي. فأنا بجاوب على الشخص أقول له إذا عرفت هتموت إمتى أعمل كده، لو عرفت إمتى هتموت أعمل كده، لكن لو عايز تعمل كده توب الآن لأنه ممكن ياخد نفسك دلوقتي. الراجل بتاع الغني الغبي اللي أخصبت كورته وقال كده يا نفسي كلي واشربي لك خيرات كثيرة تكفيك لسنين عديدة. فكان الوصف بتاعه هو الأدق، يا غبي، لأن اللي بيفكر بالتفكير ده هو الشخص الغبي. والله بيعلمنا أن احنا نكون حكماء كالحياة، بسطاء كالحمام. فالله بيدينا الفرصة وبينادي بالرجوع، وشهوة قلب الرب أن احنا نخلص.
الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، وما فيش خلاص إلا من خلال عمل المسيح الكفاري على الصليب، بدونه لا خلاص. فأنا بصلي من أجل كل إخواتي إنه ما ينتظروش، لكن يقبلوا الدعوة، دعوة الله للخلاص. كلنا هنصلي من أجلكم، وكلنا كمان في نهاية الحلقة هنختم بالصلاة. لكن أنا قبل ما أدي الفرصة لأخويا كريم، بس عايز أنبه عليكم من الماراثون بتاعنا بدأ النهاردة، ده البرنامج الثاني، البرنامج المستمر لغاية يوم 1 أبريل، البرنامج باللغة العربية والإنجليزية، فتابعونا في حلقات البرنامج أو برامج الأرامية. كمان بضم صوت الجسيد جهاد في دعم القناة العربية وانت بتدعم بتكون شريك في الخدمة. فالرب يبارككم بدعمكم، واحنا متعودين دايما على كرم كل متابعين قناة الأرامية، لكن كمان احنا متأخرين جو في اللايكات، مش عارف، مش مشجعين النهاردة بالذات. يمكن الأخ كريم قبل الكلمة بتاعته كده يديكم دفعة أو دفعتين من دفعاته، لأن احنا لغاية دلوقتي جربنا على الساعة الثانية أو دخلنا في الساعة، خلصنا الساعة الثانية ولسه 63,000 لايك. احنا عادة بنعدي 100 في الوقت اللي زي كده، فمن فضلكم كده يعني أنا هسيبكم مع الأخ كريم. أخ كريم لو ليك تعليق على الفكرة دي، ويمكن السؤال ده اتطرح مرة ومرات والكلام ده كله، لما تقول الله بيغفر والمسيحيين بيقولوا أن الله بيغفر لنا والمسيح تم مع العمل الكفار على الصليب وخلاص تبررنا بالإيمان، يبقى المسيحيين بيسلكوا في الخطية. أنا أعتقد يمكن السؤال ده جاء عندك أكتر من مرة، فلو حابب تعلق أو تضيف أي حاجة تفضل حضرتك. شكرا لك غسابت. حبايب الرب يا ريت كتكبيس معنا، شدوا ديكم معنا شوي، خلنا نوصل 100,000 قبل لا ننهي هذه الحلقة. رجاء تكبيس ومشاركات من نار لكي ننهي هذه الحلقة ب100,000 لايك. رجاء تكبيس، كبسوا على الشاشة، هذه هي سياسة تيك توك اللي انتم عارفينها. هو بالحقيقة الرب يسوع المسيح قال من يحبني يحفظ وصاياي، أي يطبق وصايا الكتاب المقدس. واللي قبل الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياته هو إنسان بدون خطيئة، لأن الرب يسوع المسيح غفر خطاياه، فما بيرجع أصلا يعمل خطايا، لأن هو قبل الرب يسوع المسيح ولازم يسلك بالنور كما علم الرب يسوع المسيح. فالفكرة ليست هكذا كما يقال، يعني المسيحيين يعني الرب يسوع المسيح غفر خطاياهم فهم يعملون كل شيء. ما هو غفر خطاياي أروح أرجعها مرة تانية لي؟ ما أنا ارتحت منها، غفر خطاياي وارتحت منها، المفروض أني أعيش بالنور ومش أرجع للخطيئة. حتى طرح السؤال غلط، لأن احنا مجيء الرب يسوع المسيح هو مجيئه لمغفرة الخطايا، هكذا الله حب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. بعدين تعاليم الرب يسوع المسيح اللي هي لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، كل شخص لا يطبق هذه التعاليم إذن هو ليس مسيحي. بما أنه قبل الرب يسوع المسيح وقبل العطية والموهبة الإلهية، فيجب أن يسلك في تعاليم الرب يسوع المسيح لكي يكون مسيحيا. هذا هو فرقنا عن العالم الآخر، الذين ليس لهم مسيح، الذين عندهم كتب وديانات تانية يعملونها بأسماء أخرى، الزنا ما موجود عندهم بس عندهم ملك يمين، ما بعرف القتل ما موجود عندهم بس إلا بالحق، وهذه الأمور إحنا مش موجودة عندنا. والرب يسوع المسيح نبه عن هذا وأعطانا تعاليم، وتعاليم الرب يسوع المسيح سامية، وكل حبايبنا المسلمين نفسهم اللي يطرحون هذه السؤال هم يشهدون لتعاليم الرب يسوع المسيح وتعاليم المسيحية والسلوك في المسيحية. يقول لك بلاد المسيحية أحسن وأفضل من بلاد المسلمين، وهذا هو أثر اللي على أرض الواقع اللي الرب يسوع المسيح وضعه لنا. بالحقيقة اللي يقبل الرب يسوع المسيح يجب أن يتجدد. الإنسان العتيق مات، كلكم في المسيح خليقة جديدة. الخليقة الجديدة يجب أن تعمل أعمال الله، وأعمال الله هي البعد عن الخطيئة والبعد عن فعل الإثم والخطيئة والقتل والسرقة، بعيد كل البعد. لماذا؟ لأنك أنت تسلك بالنور وتتبع الرب يسوع المسيح. والرب يسوع المسيح في كل تعاليمه ووصاياه والموعظة على الجبل قال كيف تسلكون وكيف تكونون يعني ناس ماشين بالطريق الصحيح. قال إن سلمتوا على الذين يحبونكم فأي فضل لكم. إذا أنت تسلم على بس اللي يحبونك، ما الناس الأشرار يعملون هكذا، كل واحد يحب جماعته اللي هو عارفهم. يجب أن يزد بركم على الكتبة والفريسيين، حبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من أجل المسيئين إليكم. هذه تعاليم المسيحية، وبهذه
طريقة تعاليم المسيحية مشت، وتلاميذ المسيح اللي هم تلاميذ أخذوا كلام الرب يسوع المسيح وذهبوا إلى بلدان أخرى يبشرونها. لم يقتلوا أحد، لم يجبروا أحد على الإيمان، لم يأخذون سبايا، لا يأخذون غنائم، لم يأخذون بلاد، لأن وصية الرب يسوع المسيح كل شخص لا يقبل كلمة الحياة انفضوا ترابنا عليكم واخرجوا من البلد غانمين سالمين. لهذا المحبة والتعاليم الصحيحة والسامية اللي الرب يسوع المسيح وضحها في الإنجيل وتلاميذ المسيح أخذوا هذه التعاليم هي اللي جعلت كل هذه البلاد تكون مسيحية. وتلاميذ الرب يسوع المسيح لم يكن لهم لا عصا ولا سلاح ولا سيوف ولا أي شيء من هذا، والرب يسوع المسيح أوصاهم أنهم لا يحملون هذا للطريق، لأنهم ماخذين كلمة الرب يسوع المسيح اللي هي حية وفعالة وأمضى من كل سير. هذه اللي غيرت بلاد وغيرت ناس. واليوم نحن جايين على التيك توك وعلى هذه البرامج ومواقع التواصل الاجتماعي ننادي بهذه الكلمة ونعلمكم بهذه الكلمة أن تتوبون وترجعون عن خطاياكم وتكونون إنسان جديد. مش المسيح غفر خطاياك تروح تعمل خطايا مرة تانية، يعني أنت مسجون وطلعت من السجن تحب ترجع مرة تانية السجن؟ مش ممكن، ما أنت طلعناك من السجن، فيجب عليك تعيش بالنور بعيد عن السجن وبعيد عن الإجرام. هذا ما عمله الرب يسوع المسيح، جاء الرب لكي أخذ خطيتك والخطيئة أجرها الموت، الرب يسوع المسيح مات من أجلك وأعطاك حياة أبدية، فيجب عليك أنك تسلك بالنور. هذا ما قاله المسيح وهذا ما يعلم الكتاب وهذا ما اللي أخذوا تلاميذ المسيح وبشروا به كل هذه البلاد، وهذه البلاد آمنت بالرب يسوع المسيح وأصبحت في تلك الوقت بلاد مسيحية. قبلوا الرب يسوع المسيح، لم يجبرهم، لم يأخذوا سبايا، لم يأخذوا قتل، مختلف عن الديانات الثانية اللي اليوم مش مجالها نتكلم بها، اللي أنتم عارفين عملوا ما عملوا لكي ينشرون الإسلام والديانات الثانية. ولكن الرب يسوع المسيح لا، بالمحبة والسلام والتسامح، توبوا وأرجعوا يرحمكم الله. الرب يبارك حياتكم. شكرا شكرا أخ كريم، الرب يباركك، الرب يستخدمك. في حاجة من الحياة اللي أنا بشوفها عن الصليب أني حاجتين الحقيقة. الحاجة الأولانية أن الشيطان وأعداء الشيطان دائما ضد الصليب، والشيطان حاول مرارا وتكرارا أن يبعد المسيح عن الصليب مش العكس. حتى في تجربة المسيح على الجبل كان الهدف منها إبعاد المسيح عن الصليب، لأنه استخدم كل الحاجات اللي كانت في فكر اليهود عن المسيح. اليهود كانوا ينتظرون مسيح يأتي بالرخاء الاقتصادي والسياسي، وكان من ضمن أحلامهم لما يطلعوا البرية يلاقوا الحجارة خبز. فعشان كده الشيطان في أول حاجة قال له قل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. بعد كده جاء قال له المكتوب، أنا استخدم المكتوب، ألقي نفسك من على الهيكل لأنه مكتوب ملائكته يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. وأخيرا لما الشيطان ما لقاش منها فايدة والمسيح قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك، قال له طيب أنا هديك كل حاجة من غير صليب ومن غير، مش أنت عايز تملك العالم، أنا هديك العالم، العالم ده بتاعي اللي هو العالم الشرير، هو تحت عبوديتي، أنا هديهولك إن سجدت وقررت لي. فالمسيح بالمكتوب قال له للرب إلهك تسجد. اللي أنا عايز أقوله من التجارب دي ما كانش هباء، لأن الشيطان ضد الصليب وكان يحاول أن يبعد المسيح عن الصليب. عشان كده أعداء المسيح أو أولاد الشيطان دائما ضد الصليب. الناس ممكن يتكلموا عن تعليم المسيح الرائعة، فمرة من المرات لو أنت دورت كده وبحثت وكتبت شيخ الأزهر والموعظة على الجبل هتلاقي شيخ الأزهر بيقول كده بالحرف الواحد، وأنا مرة الموعظة على الجبل أنا ببكي تأثرا بالموعظة على الجبل وتعليم المسيح، لكنه ضد الصليب، لكنه بيؤمن أن احنا كفار لأنه ضد الصليب. ناس كتيرة بتؤمن بتعاليم المسيح الإنسانية أو أن هي بتسمو بالبشرية، لكنهم لا يؤمنون بالصليب. ليه؟ لأن في الصليب لنا الفداء، من غير الصليب مفيش فداء. عشان كده الشيطان وأولاد الشيطان كانوا رافضين للصليب لأنه مش عايزين فداء الجنس البشري.
لكن رغم كده الله استخدمهم كلهم كأدوات لتنفيذ إرادة الله. عشان كده الرسول بطرس، والرسول بطرس بيشجعني جدا جدا، لأن الله حول بطرس من شخص أولا كسر كبرياء بطرس اللي كان معتمد على قوته، قال له وإن أنكرك الجميع وأنا مستعد أموت معاك، لكن لما جات المحاكمة بطرس ينكر المسيح 3 مرات زي ما قال له المسيح قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. لكن هذا الشخص بطرس الضعيف اللي نكر المسيح قدام جارية، نرى بطرس في سفر أعمال الرسل أصحاح 2 بعد أن سكن الروح القدس قلبه يجاهر العالم. ده معناه إيه؟ نحن بدون المسيح وبدون عمل الروح القدس ضعفاء، لكن بعمل الروح القدس وبوجود المسيح في حياتنا نحن نستطيع أن نشهد للمسيح أمام كل العالم حتى لو كلفنا الموت. عشان كده الرسول بطرس بيقول كده في سفر أعمال الرسل أصحاح 2: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. فهنا بطرس بيشهد أن الرب يسوع المسيح صلب، لكن بمشورة الله المحتومة مش بمشورة إنسان، وبعلم الله السابق مش بترتيب إنسان، كانوا كلهم أدوات لتنفيذ إرادة الله. فالله حتى بيستخدم الشر ويحوله إلى خير لصالح أولاده، زي ما قال يوسف أنتم قصدتم بي شرا أما الرب فقصد به خيرا. وإحنا بنتكلم على الكلام ده أنا هبدأ أخذ كلمات، أنا تقريبا كان الأخ جورج هاخد كلمات عن بركات الصليب، بركات الصليب. لكن قبل ما أخذ كلمة كنت شايف الأخ جورج رافع إيده ومش عارف كان عنده حاجة أوكي طيب خلاص هاخد بركات الصليب. أبدأ بنفس الترتيب مع جناب الفاضل القسيس جهاد، وطبعا الجهاد الحسن، وبعد كده الأخ جورج، وبعد كده الأخ كريم. تفضل جناب القسيس. شكرا حبيبي، ربي باركك وبارك كل الأحبة اللي يتابعونا الآن على البث المباشر بالأرامية. في شغلة أساسية لازم نعرفها، أنه في فرق كبير بين إشارة الصليب وبين كلمة الصليب. الكتاب المقدس بيقول، ما بيقول إشارة الصليب، لا، بيقول كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصون فهي قوة الله للخلاص. شو هي؟ كلمة الصليب، كلمة الصليب، مش إشارة الصليب، لا 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 لا، في فرق كبير بين إشارة الصليب وبين كلمة الصليب. ليش؟ لأنه بالحقيقة لما نسمع كلام المسيح لتلاميذه قبل الصلب، شو قال لهم؟ قال لهم ينبغي أنه ابن الإنسان يسلم إلى خطاة ويصلب ويموت وباليوم الثالث يقوم. شو قالوا؟ حاشا يا رب، شو انت تموت، انت تروح على الصليب؟ لا، دول لما المسيح انصات يقول الكتاب المقدس، اسمعوني، بعد ما عيشوا مع المسيح 3.5 سنين، شافوا العجائب، سمعوا الاقوال، شافوا الاموات يقوموا، بيقول لك الكتاب المقدس، اسمعوني، الجميع تركوه وشو؟ هربوا. قالوا انا مزمع انه يكون المسيح، وشوف شو صار فيه، مات، مش معقول يا عم، تركوه هو شو هرب. حتى بطرس وتلاميذ 4 راح بطرس رجع لعائلته القديمه، وين؟ صيد السمك، بنفس المكان اللي المسيح قابل فيه اول يوم. شو قال له المسيح لبطرس؟ قال له اجعلك شو؟ صياد ناس. بلك ترك كل شيء وتبع مين؟ المسيح. لما المسيح مات شو عمل بطرس؟ رجع لعائلته القديمة يصيد سمك. قال لك يا خي المسيح كان مفروض يكون المسيح المخلص ومات، خليني أرجع أنا أحسن شيء لعائلته القديمة صيد السمك وخلص، نستنى المسيح الحقيقي. نكر المسيح 3 مرات، امتين تاب بطرس؟ تعرف امتين؟
بآخر لقاء بيوحنا المسيح أمره يا بطرس أتحبني؟ قالوا نعم يا معلم. كلمة يا رب بالعربي يا معلم تفسيرها باليوناني، نعم يا معلم بتبع. قال له ارعى غنمي. عشان مرة تانية يا بطرس بتحبني يا بطرس؟ كلمة تحبني في إلى ثلاث أو أربع كلمات باليوناني، في محبة الإنسان كإنسان وهي فيلايو، فيلايو كلمة يونانية معناتها فيلادلفيا، يعني كلمة محبة أخوية. بس في كلمة تانية باليوناني منسوب للخالق بس، لما الرب اتكلم لليهود بالعهد القديم تحب الرب إلهك، شو محبة مطلقة مطلقة أكثر من كل شيء أكثر. فلذلك لأنه الكلمة مفتقر شئل من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك، هيدي الكلمة تحب. أنت بتقول أنا بحب بالعربي، أنا أحب الخالق، أنا أحب مرتي، أنا أحب خي، أنا أحب الكلب، نفس الكلمة مستخدمة للخالق وللكلب. أيقن أنت بتحب الخالق مثل ما تحب الكلب، أو بتحب الكلب مثل الخالق؟ حاشا. فلذلك الله المسيح استخدم مع بطرس هذه الكلمة آخر لقاء، قال يا بطرس أتحبني كما تحب الخالق الله؟ بطرس يهودي عايش مع المسيح، قال له أتحب الرب إلهك بس من كل قلب حب مطلقة. قال يا رب أنا يا معلم أنا بحبك محبة إنسانية، أنت إنسان، الله حاشا ليس إنسان، بالعبر بلك الله ليس إنسان فيندم وابن إنسان فيندم، أنت يا رب بشر قدامي أنا شايفك الله لا يرى بالعين، أنا بحبك محبة إنسانية، أنت إنسان، أنا فليه ومش أغابي. رد عليه المسيح قال له مرتين يا بطرس بتحبي محبة إلهية كما تحب الخالق؟ يا رب يا سي يا معلم انا يهودي والله بس يا معلم انا بحبك محبه انسانيه. كلام حقيقي تكلم بطرس. فشو قال المسيح لبطرس؟ عندما تتوب وترجع، لما نكر المسيح ثلاث مرات قال له عندما تتوب وترجع، هيدي اللحظه اللي بطرس تاب فيها. سال المسيح مره ثالثه، بس المسيح استخدم نفس الكلمه اللي استخدمها بطرس، قال يا بطرس أتحبني حقا محبة إنسانية؟ تنازل المسيح من أجابي محبة إلهية لمحبة. تشال الكلام المقدس بيوحنا 21 بطرس بلك حزن بطرس لأنه سأله ثالثة أتحبني؟ شو جاوب بطرس؟ كانت إجابي ما قال له يا معلم الإجابة الثالثة، لا، لأول مرة بتاريخ لقاء بطرس مع المسيح بعد 3 سنين ونص شام العجيب بطرس بيقول للمسيح يا الله، ما بقول يا معلم، لا، بسأل الكلمة اللي المسيح استخدم فيها، قال له يا الله يا رب، يا رب من أسماء الله الرب الإله الرب الإله بالعدل، قال له يا رب نفس الكلمة استخدم للرب الإله، قال له يا الله أنت تعلم كل شيء. لأول مرة بالتاريخ معاملة بطرس مع المسيح يقول له أنت تعلم كل شيء. كيهودي مين اللي بيعرف كل شيء؟ كمسلم مين اللي بيعرف كل شيء؟ كيهودي مين بيعرف كل شيء؟ كمسيحي مين اللي بيعرف كل شيء؟ الله. بقول المسيح حتى بالقرآن أنا أعلم ما أنتم تذكرون في بيوتكم، مين بيعرف في هذا غير الخالق؟ أنا أعلم شو في قلبك يا بطرس، مين بيعرف شو في قلبه يا بطرس؟ بطرس هون شو قال؟ يا الله أنت تعلم كل شيء أني أحبك. هيدي اللحظة اللي غيرت حياة بطرس لما عرف إنه المسيح هو الله الظاهر بالجسد. كل اليهود حتى اليوم بل لك المسيح بشر والمسيح إنسان، لكن حاشا أن الله يكون إنسان. ولذلك اليهود نفسهم حتى اليوم منقسمين لقسمين، قسم مؤمن بالمسيح اللي بشروا بالحياة الأبدية بالمسيح، وقسم حتى اليوم من رئيس حكومة إسرائيل لآخر واحد بل لك المسيح بعد ما إيش نحن نعطين المسيح الحقيقي اللي انصلب، مش هو المكتوب عنه بناموس موسى. والإسلام اليوم نفس الشيء، هيدا المصيبة الكبيرة العمية اللي الشيطان خادع فيها الخليقة كلها. ولذلك الحل موجود. شو الحل؟ تعرف حبيبي إذا أنت إنسان عاقل سيبك التدين، أنت مسيحي أرثوذكسي كاثوليكي سني شيعي يهودي، سيبك من الكلام هذا كله، أنت كإنسان وأنت كإنسان شو متأمل بعد ما تموت؟ مين رح تقابل بعد ما تموت؟ البعض بيقول لك المستشفى الخناس، بتقابل الملاك شمال وملاك يمين، بعد بيقول لك ما في حياة بعد الموت. حتى اليهود نفسهم كانوا من سيئ الأسمان، صدوقيين والفريسيين، صدوقيين بيقول لك ما في حياة بعد الموت، ما في قيامة.
هذا كان نزاع رهيب حتى اليوم باليهودية، في ناس بيقولوا ما في قيامة أموات، فقيامة المسيح من بين الأموات ثبتت صحة أن الإنسان بده يقوم للموت، بده يقوم للدينونة. العدالة الإلهية بتستلزم الإنسان يدان على الشر. ما في إنسان يقول لك ما في قيامة بعد الموت، طب عيش كأنه ما في خالق، طال إسراء أعمال بالنهاية بتموت وخلص راحت. لا، بتعطي حساب، ستعطي حسابا على كل كلمة بتقولها، على كل عمل بتعمله، على كل فكر بتفكره. ليش؟ هيدي العدالة. مش معقول انت كإنسان تعمل السبعة ودمتها وتعيش شيطان بالنهاية ما لا تدان على أفعاله. إذا الشيطان نفسه دينا على أفعاله، انت كإنسان الله ما بتدينك على أفعالك مثل عليك يعني؟ بتلغي وجود الخالق لأنه انت مش عاجبك الخالق على ذوقك، بدك خالق يعجبك على ذوقك. لعشانك تلغي بتلحد، ما في خالق يا عمي. لا، ليش الشر عم يزداد اليوم بالعالم؟ العالم اليوم شرير ما في، ما عم نشوف الخير بالعالم اليوم. اوكرانيا وروسيا عم بقتلوا بعض، مسيحيين مسيحيين بيسموا حالهم مسيحيين، اكبر كنائس بروسيا. السعوديه عم بتقتل باليمنيه، اكبر جريمه تاريخ البشريه باليمن عم بيصير على يد مسلمين. باسرائيل اليهودي عم بقتل يهودي اليوم باسرائيل. تابعوا الاخبار، اكبر لعنه بشريه اليوم بالتاريخ عم بتتم قدام عيوننا. على فكره المسيح بعده الحي واللي جاي بحسب التوراة والإنجيل والقرآن. إذا أنت مسلم أنت ملزم تآمن أن المسيح ينزل حكما مسلطاً الحي. إذا يهودي أنت منتظر المسيح مش موسى. إذا أنت مسيحي مش منتظر مريم العذراء أو بطرس ينزل من السماء، منتظر المسيح. فالمسيح الحي يا أحبة هو اللي بيجمعنا. كفانا تكلم عن فلان وعلان وفلان وناسين المسيح الحي. أنت وأنا رح نعطي حساب قدام هذا الشخص الخالق المبدع اللي بيحبك واللي خلق على صورته. كفانا تكلم عن القديس فلان والنبي علان ومحمد وناسين المسيح الحي. مثل عليك يعني المسيح بس ينزل تعرف شو بده يقول؟ ماشي بقول لك الكلمات لك كلها تسمعها. شو المسيح؟ هؤلاء اسمعوني، ما قال مين؟ هؤلاء الذين رفضوا ان املك عليهم. شو يعني املك عليهم؟ يعني يكون هم تحت سلطاني. هؤلاء الذين رفضوا أن أملك عليهم هاتوهم إلى هنا. شو المسيح؟ واذبحوهم قدامي. عملية منا الله محبة ولا ها الله بحبك، بس أنت ما بدك محبة الله شو يصير فيك؟ بدك تذبح وتموت مع الشياطين. هيدي اللعنة اللي الشيطان زرعها بقلب الإنسان أنه انسي يا إنسان. لا، لن تموتي يا حواء، بصيري مثل الله، بتعرف الخير والشر. وانت يا آدم ما بتموت. شايفين اللعنة اليوم اليوم بالبشرية؟ بيقول لك اللعنة البشرية اليوم بيقول لك ما في أرض. أنا جناب صلاتي يا أحبة أمام المسيح الحي أنك أنت يكون في عندك الذكاء والحكمة أنك تتبع الحي المسيح، تتطحم على الميت محمد وغيره، لأنه من دون المسيح إنسان ميت. شكرا جناب القسيس، الله بيباركك. طيب اخونا جورج، احنا بنتكلم واحنا بنتكلم عن الصليب وانا عارف ان عندك الكثير، فهنتكلم في الاول. خليني ارحب بابو احمد. ابو احمد اهلا وسهلا بيك. يمكن هو ليه الاخ جورج كل ما اطلبه الاقيه اختطفه. اخ جورج انت مين بيختطفك؟ بس بالذات طيب اخ جورج، احنا كمان زي ما بدات في البدايه عن السؤال، المسيح ادانا الغفران بالصليب، لكن تعال نتكلم عن بركات الصليب. فانا هسيب الفكره ليك، لكن كمان انا برحب كمان ابو احمد يكون موجود معانا. يمكن لو سمح الاخ كريم، اكيد هيسمح الاخ كريم، انا وهو نقدر نتكلم في اي وقت، يبقى بعد الاخ جورج كمان. اتفضل. قصدنا ليه؟ علشان يعني الواحد يعمل كنترول شويه وهو بيتكلم. قصدنا كم دقيقه حبيبي بعد اذن حضرتك؟ هو موضوع بركات الصليب مهم، فاتكلم فادينا شوية. أنا لو احتجت أوقفك هستأذنك أوقفك يعني. أنا مرات ما برضاش أعمل كده، لكن أتكلم عن بركات الصليب. مين؟ الرب يبارك حضرتك. بركات الصليب، لأن الدم ده دم طاهر داهم، دم المسيح الذي بلا خطية، الذي لم يعرف خطية، لم يعرف خطية، لم يكن فيه خطية، بلا خطية. بولس عفوا
يوحنا بطرس يكلمونا بالترتيب عن القدوس. بعد إذنك بس هشرب ده شاي. أمين. فالدم ده ملوش حدود في البركات بتاعته، لكن على سبيل يعني المثال فوائد الدم المسيح وبركاته: الفداء، الكفارة، الغفران، التطهير، الاغتسال، التبرير، المصالحة، الشراء، التقديس، الاقتراب إلى الله، الدخول إلى الأقداس، العهد الأبدي، النصرة على العدو، النصرة على التجربة. 14 بركة نتكلم عن البعض منها بقليل خالص علشان أعطي. لو أنا عارف إنك أنت هتكلم في كل نقطة رائعة. لا أنا عايزك تعمل حاجة، أنا عايزك تبدأ لنا بالنصرة والانتصار. وهم غلبوه. بالظبط كده. بدم الخروف وبكلمة شهادتي. نعم. حتى لو أهل العالم وإبليس اللي وراهم قتل المؤمن، لكن المؤمن غلب لأنه أطاع لغاية الموت وله النصرة. مش بس كده، لكن له إكليل الشهادة. وهم غلبوه، هم اللي غالبين، غالبين إحنا بيسوع حتى وإحنا على الأرض وإحنا عابرين وادي الدموع. يقول الكتاب: طوبى لأناس عزهم بيك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء، إحنا اللي بنصيره ينبوعا. لكن أيضا في الفداء، لا الفداء مال الكتاب المقدس، أيتين بس مختصرتين من أفسس 1:7 وكلوسي 1:14: الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. غفران الخطايا، مغفورة لنا خطايا على حساب الدم. أي عملة كورنسي بتاعت بلد لها قيمة لأنها متغطية بالدهب. عشان كده لما المسيح بيغفر بعدله مش بس برحمته. المزمور الحلو اللي انت اخترت منه آية في الأول، مزمور 85: في حق إن الخاطئ يموت، لكن في رحمة إن أنا أدفع الحساب. بولس بيكلم فيليمون يقول له أنا أوفي. أيضا التطهير، ودم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. أيضا التبرير، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. حبيب قلبي الأخ كريم لما ذكر كلمة إن لم يزد بركم على الكتبة والفارسين، طيب أنا بري يا بولس وليس لي بري، أمال إيه؟ اسمه بر الله. وأما الآن أنا داخل المجد، داخل السماء، مش ببري، وإلا أدخل السماء وأضرب بقى بابها برجلي، حاشا. أنا داخل ببر، وأما الآن فقد ظهر بر الله مشهودا به في الناموس، وهو من غير أعمال الناموس. يعني أعمال الناموس بيجمعها بولس مع بعضيها كده، يقول يعني اللي أنا عملته ده بصراحة كده نفاية. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن لمؤاخذة يعني كل الوست اللي عندي الجاربج أجمع الإزاز ريسايكل أعيده تاني، أجمع الورق، لكن في حاجة اسمها ما ينفعش تاني. إزاي؟ دي اسمها نفاية. أو زي ما أبويا إبراهيم لما بقول أنا تراب يقول لي: يا ابني إحنا تراب ورماد. قصدك إيه يا أبونا؟ قال لي: التراب يمكن يتعمل منه زلعة ولا قلة ولا زير، لكن الرماد الآشز ده إحنا ما ننفعش في حاجة. لكن ده عمل نعمته لما نفخ في التراب في تكوين 2، نفخ في يوحنا 20، قال لهم اقبلوا الروح القدس. إحنا تراب في تكوين 2، وهو يبص لنا إيه؟ إن إحنا كنز مخفى في حقل ولؤلؤة واحدة كثيرة الثمن. فين دي؟ متى 13:44 و46: كنز، ولأجل الكنز مضى وباع اشترى الحقل كله. هو اشترى العالم طبعا. ينكرون الرب الذي اشتراهم، يجلبون على أنفسهم هلاكا سرعا. واشترى المؤمنين، نعم اشتريتم بثمن، فمجد الله في أكس. أنا أكتفي بهذا عشان أعطي فرصة تانية
لأن موضوع الدم موضوع كبير ومحتاج وقت أكبر يعني. الرب يباركك حبيبي، تفضل. شكرا لك أخ جورج. بس أنا عايز أكد على حاجة، فكرة الانتصار، لأن إحنا مرات كتيرة كمسيحيين، وأنا كلمة مسيحيين عندي عليها مليون علامة استفهام، لكن المسيحي الحقيقي الذي يتبع المسيح لا يبحث عن انتصار، لكنه يسير في موكب النصرة، لأن المسيح قد حقق الانتصار، هو اللي حقق الانتصار. أنا مش بدور على الانتصار، حتى لما بلبس سلاح الله الكامل مش عشان انتصر، لا، الانتصار قد تحقق في الصليب، فهو قد غلب الموت، هو أباد بالموت، ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. عشان كده هو اللي اداني النصرة، هو اللي اداني الانتصار، هو اللي يخلي بطرس الذي أنكر المسيح يخلي بطرس يقول أيها الرجال الإسرائيليون، وكان بيتكلم قدام قادة الإسرائيليين، يسوع هذا الذي أخذتموه بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثم صلبتموه. الله استخدمكم كأدوات، لكن كان بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. أبو أحمد، أنا برحب بيك وبشكرك من أجل وجودك معنا، بشكرك جدا أخويا جورج. أنا بتشرف أن أتعرفت عليك النهاردة من خلال التليفون ومن خلال وجودك معنا في البرنامج، وبتشرف بوجود جناب القسيس معنا. أبو أحمد أنا أعرفه من بدري، لكن كريم الأخ كريم، لأن هو صاحب البرنامج، هو اللي احنا في ضيافته كلنا، فأنا هستأذنه أخذ أبو أحمد معنا عن بركات الصليب، أو لو حبيت تتكلم عن أي حاجة متعلقة بالصليب. سلام ونعمة الرب يسوع المسيح تملأ قلوبكم حبايبي الغاليين. شكرا لأخوتنا المباركين، أفضوا بشيء قليل عن مجد الرب يسوع المسيح بحياتنا. في عنا نحن، أنا بحب أخذ ثلاث نقاط رائعات بحياة الرب يسوع المسيح بحياتنا. بيقول: لأن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. أنت آمنت أخوي تخلص، من آمن بي وأن مات فسيحيى. هي النعمة اللي إجتنا نحن بصليب الرب يسوع المسيح، بدل نفسه إلهنا بفدانا بأغلى شيء لحتى نخلص نحن ونعيش. أول شيء السلام اللي عايشين فيه نحن هون منشوف على الأرض، بيقول إلهنا بالكتاب المقدس: سلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، أنا أعطيكم سلام. إحنا ككنا بعالم الشر والشرور والخطية والأنا والذات، أنا جاي من خلفية كل بيعرفها، وإجينا للنعمة لقينا فرق شاسع بين الظلمة والنور. لقينا، تأكدت الآية اللي تربينا عليها: أنا الطريق والحق، والحق يحرركم من عبودية الشيطان. لما بتخلص من عبودية الشيطان بتصفي مع الإله، الإله اللي فداك ليعطيك حياة. هاي نقاط رئيسية إخواني نحن بنحب نحكيها عن الصليب. الصليب الرب يسوع المسيح إجا، وأهم نقطتين أنا كتير بكررهم وبحب عيدهم إذا بتسمح لي أسيسنا الغالي. تفضل. الله يخليك. نسمع نحن الوقت اللي كان هو بيناتنا بناسوته عم يعلمنا، قال: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا لمبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. هذا علمنا إياه إلهنا هو بيناتنا على الأرض. تعالوا نشوف اللي علمنا هالتعليم هذا لو ما كان هو الإله الحق، كان بيجي هو بيعطينا هالأمر مثل ما شفنا المكان اللي كنا فيه بيعطينا الأمر، هو بيساوي عكسه. لكن الإله الحق حبايبي أمرنا بهالشيء. وين منشوف؟ بعد ما نهان، بعد ما تكلل بالشوك، بعد ما انضرب، بعد ما تعذب، بعد ما تألم، بعد كل هالشيء هذا وهو على الصليب، شو قال؟
أحلى عبارة لكل مؤمن بالرب يسوع المسيح مفروض كلياتنا نكون بقدوة وإلهنا وفادينا مخلصنا الرب يسوع المسيح. اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هل أخوي المؤمن، أنا بأكدك أخوي، أنا كنت كتير كلمة مسيحيين عم تيجي شيء، بس بحب أقول مؤمنين بالرب يسوع المسيح. هل أخي المؤمن بالرب يسوع المسيح عم تقدر تحب عدوك؟ عم تقدر مثل ما إلهك علمك حب عدوك وبارك لعينيك وأحسن لمبغضيك؟ وهو على الصليب تخيل الناسوت قديش تألم، وتأكيد تألم ناسوت الرب يسوع المسيح وقت اللي قال يا أبتي إن أردت أن تجيز عني هذا الكأس فأجزه، وإلا فلتكن مشيئتك. هل عم تتعلم هذا الشيء أخوي؟ هل عم تتعلم أنه هو على الصليب قال أخبر لهم يا أبتي لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون؟ تخيلوا الحياة القداسة اللي أعطانا إياها الرب يسوع المسيح بموته على الصليب، بفدائه ألنا على الصليب لحتى نخلص. في أحلى من هالنعمة الخلاص؟ بهالأرض عايشين حياة القداسة اللي أمرنا فيها الرب يسوع المسيح، وقال بإنجيل لوقا 9:23 من لم ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني لا يقدر أن يكون لي تلميذ. ليه؟ لحتى نكون قديسين كما أن أبانا السماوي قدوس. أتمنى من كل الأخوة نشوف مجد النعمة اللي نحن أخذناها على عود الصليب، البركة اللي عايشين فيها بها الحياة. شكرا أسيسنا الغالي، أنا ما حبيت أن يكون مطول كثير. أمين، شكرا لك أخوي العزيز أبو أحمد، كنا نحب نستمتع بك أكثر لكن إحنا وصلنا لنهاية البرنامج. هاخد كلمة من روحية من أخوي كريم، وبعد كده كلمة روحية في دقائق بس صغيرة، يعني مش هنطول في، لأن إحنا خلاص المفروض خلصنا البرنامج، هم أدونا أكثر من نص ساعة بصراحة أدونا، لكن وبعد كده كلمة روحية من الأخ جورج، يبقى أخويا كريم القسيس في دقيقة، وبعد كده الأخ جورج، وبعد كده نختم بالصلاة. أنا يمكن هاخد سطرين في كلمة روحية، لكن خلينا نبدأ بأخونا كريم. يا ريت ناخذها بس، يا ريت ناخذ الأخ ماكس معنا، هو صعد فنعطيه حق المشاركة ولو بدقيقة. ماشي أخ ماكس. سلام المسيح. سلام المسيح، كلمة روحية في الدقيقة، أو يعني لأن احنا أنت جاي متأخر لكن احنا نحب نشوفك تاني. صحيح صحيح أكيد. اتفضل كلمة روحية. صراحة كلمة روحية، أنا بالبداية كنت على موضوع الصليب سمعت الأخ أبو أحمد يتكلم بي. أنا كسابقة من خلفية مسلمة وإجيت مباشرة فقط بالصليب، وجدت وعرفت أنه الله كان يحب البشرية واختار لهم الفداء، وكان الصليب هو رمز أنه نعرف أنه الله يحبنا وبذل أغلى شيء في سبيل أنه هو يحبنا، فرادنا نرجع له ونصالح معه، عكس ما كنت أعرفه سابقا بالقرآن اللي كنت أقرأ به وواظب على قراءته وصلواته بكل وقت، إنه الله يريدنا نقطع على مود يحرقنا بنار جهنم، سبب إنه عقدة نفسية، سبب إنه أمراض نفسية، لازم تقتل لازم كذا، كل صفات محمد وهاي باطل. إحنا اليوم موضوعنا الصليب، فما أرد أتطلق للإسلام. فالصليب هي بداية حياتنا إحنا بالذات اللي عبرنا بآلام الرب يسوع، خاصة هي بعد أسبوع راح تمر علينا هاي الذكرى، وهذا طبعا مشاركتي معاكم. شكرا لك، الرب يباركك والرب يستخدمك دلوقتي، ونحب نشوفك مرات تانية. دلوقتي الكلمة الروحية مع أخويا كريم. شكرا لك سيس ثابت، الرب يبارك حياتك، ونتكلم أيضا على الصليب وعلى قبول الرب يسوع المسيح. عندما الإنسان يقبل الرب يسوع المسيح يحصل على عربون عطية الروح القدس. الله يعطي الإنسان، وهذا ما وعد به المسيح لتلاميذه، قال لهم عندما يأتي الروح القدس تنالون قوة، وفي يوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ. الكتاب في رسالة غلاطية والإصحاح الخامس والآية 22 وأما ثمرة الروح فهو محبة سلام طول أنات لطف صلاح وإيمان.
يجب أنك عندما تكون مسيحيا وتقبل الرب يسوع المسيح، وهذا يجاوب على السؤال اللي قبل، يعني لازم يكون عندك محبة وفرح وسلام، لازم يكون عندك طول أنات، لازم تسمع للآخرين وتسمع أيضا مشاكل الآخرين ولا ترد بسرعة، لازم يكون عندك طول أنات ووقت للاستماع، يجب عليك أنك تسمع أكثر ما تتكلم. لطف وصلاح وإيمان، والإيمان هو كلمة الرب يسوع المسيح، يجب أنك تؤمن بكلمة الرب يسوع المسيح. هذه مداخلتي الأولى. وأما الكلمة الروحية هي لحبايبي المسلمين، الرب يبارك حياتكم، الرب يسوع المسيح جاء من أجلك ومن أجلي أيضا، وبذل نفسه على الصليب لكي يعطينا حياة أبدية، الحياة المقدمة من الله. الله لا يريد منك أنك تعطي شيء، وأنت إنسان ضعيف لا يمكن تقدم إلى الله شيء، الله أعطاك هذه الحياة الأبدية، هي مجانية، بس بشرط أنك تعطي قلبك إلى الله وتصدق عمل الله، وعمل الله موجود بالإنجيل، أن الله يريد الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله ما بيريدك تكون في جهنم، الله لم يخلق جهنم لكي يعذب بها الناس، هذا ما يقوله الكتاب، الكتاب المقدس يقول أن الله لم يخلق جهنم إطلاقا لكي يعذبك أنت الإنسان، الله يريدك أنك تخلص. الكتاب يقول أن الله أيضا لا يفرح بموت الشرير، الله ما بيفرح، الله يفرح بخاطئ واحد اللي هو الشرير يتوب ويرجع إلى الله، فالله مد يد المصالحة وأعطانا الخلاص بالرب يسوع المسيح، وعنوان الكتاب المقدس فداء الله للإنسان في يسوع، هذا هو عنوان هذا الكتاب، الله فداك لكي أنت لا تموت بيسوع المسيح. فإذا صدقت هذه الكلمة وآمنت بها فتخلص وتحصل على حياة أبدية، وإذا تتعطل نفسك في أماكن أخرى بصوم وصلاة وبالأخير يطرح عليك السؤال أين ذاهب بعد الموت، تقول الله أعلم، فأنت اللي اختاريت لنفسك هذا، احنا لا نتمنى لك ذلك، ولا نتمنى أنك تموت في عقيدة أخرى من العقائد اللي منتشرة جدا موجودة، لا نتمنى لك ذلك، لأن هذه العقائد لا تعطيك الحياة الأبدية ولا تعطيك الخلاص، وإحنا آتينا منها أنا والأخ ماكسو وأحمد وأخو كثيرين موجودين معنا على الشات ويسمعون هذا وموجودين معنا شاركوا في الحلقات كثيرة جدا، لا يوجد خلاص إلا بالرب يسوع المسيح، توبوا وأرجعوا، الله ما بريد منك أي شيء، المسيحية ما بتطلب منك أي شيء، المسيحية لا تزداد بالأعداد، المسيحية ما بتطلب أعداد ولا يسجل اسمك في الليستة وصار عددنا ضاف عددنا واحد أو نقص عددنا واحد، المسيحية تفرح بخاطئ واحد يتوب ويرجع إلى الله كما السماء تفرح والملائكة يفرحون. الله خلقك لكي تعيش يا عزيزي المسلم، الله ما خلقك لكي تموت وتذهب إلى عذاب الغبر وجهنم وما أدري ما يفعل بي وبكم، هذا لا، هذا ليس هدف الله، هذا هدف إنسان آخر جاء وادعى النبوة وخذاك في مجرى آخر، أنت مولود في عائلة مسلمة ليس ذنب لك، إحنا لا نلوم عليك ولا نحط أصبع الاتهام عليك، أنت مسلم، أنت مسلم، أنت مولود في عائلة مسلمة، لا ليس لك ذنب، ولكن عندما تسمع كلمة الرب يسوع المسيح وترفض الكلمة هنا أنت تكون مذنب، فيجب أنك تعطي قلبك لله يا عزيز المسلم، يجب أنك تسمع كلمة الله، وإذا هذا الكلام ما بيدخل عقلك والكلام ممكن يكون بعيد أو مسيحيين ويروجون للإيمان المسيحي أو ديانتهم المسيحية، يعني ليس لنا ديانة، ولكن هذه أعتقد أنك بعض الأفكار عند المسلمين، أقرأ الإنجيل بنفسك وصلي وأطلب من الله شخصيا، ادخل إلى مخدعك، ادخل إلى غرفتك وتكلم مع الله، أنا غريت وأنا في المنطقة الرمادية لا أعرف هذا عن هذا، ماذا تريدني أن أفعل؟ أنا متأكد إذا كانت طلبتك بالصدق إن الله بالمية مية راح يتعامل معك، كيف طريقة التعامل أنا لا أعرف، الله له طرق كثيرة جدا، ولكن بالتأكيد راح يتعامل معك، بس اطلب بصدق، لأن لا يمكن تسقط كلمة من ما قاله الرب يسوع المسيح، اطلب وتجدوا، اقرعوا ويفتح لكم، اطلب من الله عزيزي. أنا أعرف أنك في منطقة رمادية وأعرف هذه من خلال حواري مع الحبايب المسلمين الكثيرين جدا، اطلب من الله، لا تستحي، الله مش ما بيريد هذه المواضيع اللي كنت تعملها بالإسلام، الوضوء والسجود، ادخل إلى غرفتك غمض عينك وتكلم مع الله، أنا سمعت وأنا محتار، هل ما يقولونه صح أم خطأ، أريد إرشاد منك، كون متأكد أن الله راح يتواصل معك بشرط أنك تطلب بالصدق، والرب يبارك حياتكم جميعا. أمين، شكرا أخوة كريم. طيب بسرعة هاخد كلمة سريعة من الأخ جورج، وبعد كده في سؤال أنا هجاوب عليه في إعلان كمان عن البس، وبعد كده أكيد نختم بالصلاة. تفضل معانا أخ جورج، كلمة روحية سريعة.
امين امين في دقيقه واحده. انا عايز اقول بنعمه الرب لان ما عنديش غير البطاريه خلصانه على الجهاز فبختصر. اتمسك بالرب. الرب زي ما قال حبايبي هو اللي بيفتش، لان الخروف ما بيعرفش يرجع. بمعنى ايه؟ بعد اذنكم كده، الخروف من اغبى الحيوانات، ما يعرفش يرجع. عشان كده لما يتكلم في إشعياء واحد يقول الثور يعرف قني والحمار معرف صاحبه في إشعياء واحد، لكن شعبي لا يعرف. لما يجي يتكلم عن تيهنة إشعياء نفسه في 53 ما يقولش كلنا كثيران لا ضللنا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع على المسيح إثم جميعنا. الثمن الدفع، تعالوا لأن كل شيء قد أعد. لم ينزل من على الصليب قبل أن يقول قد أكمل. العمل تم. عليك إيه؟ في إشعياء يقول إيه؟ التفتوا إلي نظرة واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. بلغة الرب يسوع في يوحنا 3:14 يقول كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة. إيه قصة موسى والحية دي؟ تقراها في سفر العدد 21 عدد 4-5-6-7-8-9. كان بتخرج حيات محرقة نتيجة للتمرد والعدم الإيمان تلسع مش عي. الحية لما بتقرص بتموت. عشان كده مرتين عدد 21 سفر العدد 21 عدد 9 مع يوحنا 3:14 كل اللي تلدغه الحية ينظر للحية النحاسية المحرقة، الحية المحرقة تلدغه لما ينظر للحية مش يشفى، لأن لدغة الحية ما تمرضش تموت. وانت محتاج ايه؟ محتاج حياة. عشان كده المسيح يقول لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ارفع عينيك على الرب يسوع وهو سامع قلبك زي ما سمع صوت حنة أم صموئيل من غير صوت. أمين حبيبي. تفضل حضر الأسيس. شكرا ليك. طيب احنا بس لو يتعب الكنترول يدونا البرنامج بتاع امبارح، تحبوا تحطوه ولا تحبوا بس انا اعلن عن برنامج امبارح؟ انا عارف ان في برنامجين، سوري انا اسف، برنامجين بكرة، انا اسف. اولا البس بدأ النهاردة وده البرنامج الثاني بس عن اسبوع علام المسيح وقيامته. بكرة عندنا سؤال وجواب من الكتاب، صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء مع الأخ محب والأخ النمر. فنصلي أن يكون برنامج قوي. البرنامج اللي بعديه الحكم بعد المداولة هيكون من تقديمي، وكمان من أنا هكون المقدم للبرنامج، لكن إعداد الأخ هولاكو. ربي يبارككم. صلوا من أجل البرنامج. أنت تسأل والقبر الفارغ يجيب. فرصة لو عندكم أي أسئلة أو تعليقات تكونوا موجودين معنا على المس. طيب في سؤال وصلنا، عشان كده أنا ولأن الوقت قد أزف، فبيقولوا حد بيسأل سؤال ليه إن إحنا اتخذنا من الصليب رمز لينا؟ ليه اتخذنا من الصليب رمز؟ أنا عايز أتكلم عن فكرة الصليب ليس فقط رمز، الصليب عمل. نحن لا نقدس الخشبة، نحن نثمن عمل المصلوب. ولما نتكلم عن الصليب بنقصد المسيح الذي صلب على الصليب. ليه الصليب ليه أهمية كبيرة؟ وإحنا شفنا بركات الصليب، يمكن أخونا الأخ جورج قال على بركات الصليب، لكن في أفسس 2 بيتكلم إنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم، ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعدين صرتم قريبين بدم المسيح. بدم المسيح اللي هو سال على الصليب، لأنه هو سلامنا. خلي بالنا سلامنا مع مين. احنا مرات كتيرة بنهتم بالسلام مع العالم،
مع ان العالم مش هيسلمنا، العالم هيعادينا. هو سلامنا لانه عمل السلام بيننا وبين الله، احنا كنا في عداوه مع الله، لكن المسيح الذي جعل الاثنين واحد ونقض حائط السياج المتوسط اي العداوه مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه انسان واحدا جديدا صانعا سلاما ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب. يصالحنا مع الله بالصليب. يبقى ليه اهميه الصليب؟ لانه حصل في المصالحه مع الله. عشان كده كاتب الرساله العبرانيين بيقول ايه؟ والان نتقدم بثقه الى عرش النعمه. احنا مش محتاجين وسيط، مش محتاجين رئيس الكهنة يدخل مرة تانية. ليه؟ عشان عمل المسيح الكفاري على الصليب، وده من بركات وفوائد الصليب. لكن مش بس الصليب، لأن لو كانت القصة انتهت بالصليب كنا بقينا بلا مسيح برضو. لأن الرسول بولس بيقول في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 15، وإن لم يكن المسيح قد قام. وهنا القوة، يعني أنا هاخد بس سطر. شمشون كان بيتلاعب بالفلسطينيين لما كان عنده القوة، يقول لهم لو ربطوني من شعري، لو عملته مش عارف ايه، لو عملته ايه، وبعد كده الفلسطين عليك يا شمشون، يروح مطير كل حاجة لأنه فيه القوة. فوجود المسيح على الصليب مش ضعف، ده قوة، لأنه يقدر يقيم نفسه، وقدر وأقام نفسه. فالقيامة كان تكميل لعمل الصليب. قد أكمل عمل الفداء، وبالقيامة قد قام ليعلن النصر على الموت. عشان كده رسول بولس بيقول وإن لم يكن المسيح قد قام فكل شيء باطل، فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن أيضا شهود زور. عشان كده أنا صلاتي عزيزي المشاهد أن الرب يفتح عينيك فتدرك أهمية الصليب اللي الشيطان بيخليك تعاديه، اللي الشيطان بيخليك تقول ما فيش صليب، أو المسيح لم يصلب. المسيح قد صلب ومات وقام في اليوم الثالث كما في الكتب. العهد القديم تحدث عن آلام المسيح وموته وقيامته، والعهد الجديد بشهود كثيرين تحدث عن صلب المسيح وموته وقيامته. وكان في قيامة المسيح الانتصار، في صليبه الفداء، وفي قيامته إعلان الانتصار والنصر. أنا بصلي إن الرب يديك نعمة عشان تنتصر على نفسك، على أفكارك، على شهواتك، على رغباتك، على جهلك، على العمل الروحي اللي عندك، عشان الله يفتح عينيك وقلبك وتأتي للمسيح الذي مات على الصليب وقام لكي يحررك من كل القيود، لأنه هو الحق. وعندما نعرف الحق فيحررنا الحق. هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بالمسيح. ما فيش طريق غيره، ما فيش طرق، هو طريق واحد. فاللي بيقول لك في طرق بيخدعك. صلاتي أعزائي المشاهدين أن الرب يملأ قلوبكم بالسلام، ويمنحكم كل بركة، ويديكم كل نعمة عشان تعرفوا بركات الصليب. بشكرك أخويا الكريم كريم، بشكرك. أنا عارف أنك أنت معد الحلقة، ما تكلمتش كتير، لكن كمان كان معنا ضيوف. بشكرك وفرصة رائعة، تشرفت بوجودك أخويا الأخ جورج، تشرفت بوجودك جناب القسيس. عشان كده خلونا نختم بالصلاة، وانا ما خليتش القسيس ياخد الدقيقه الاخيره، عشان هياخد الدقيقه الاخيره في ختام لينا بالصلاه، ويطلب كده ان الرب يفتح عينين كل من هم في عمى روحي حتى يعرفوا المصلوب الذي قام من بين الاموات. برامجنا مستمره لغايه 1 ابريل، مستمره على طول، لكن لغايه 1 ابريل عن الصلب والقيامه. اتفضل جانب القسيس. شكرا. اريد بس اني اشكر الرب يسوع على عظمة سلطان المسيح. والأحبة الخدام الأمناء اليوم، إذا بتلاحظوا من خلفية إسلامية، الأخ كريم، الأخ أبو أحمد، والأخ والأفاضل، يعني بحب بس
خبر كل اللي عم يتابعوا الآرامية اليوم إنه برامج الآرامية مكرسة لإعلان واحد بس، إنه المسيح بس اللي بيعطي الحياة لكل إنسان بدون ديانة، بدون تدين، بدون أي شيء، أنا فلان وأنت علان، لا، المسيح هو بس. فأبو أحمد أنا أحييك ومتابعك عبر خدمتك، وبتمنى أنه الرب يقويك ويستخدمك بقوة جدا، ونتواصل مع بعض بالمستقبل. دعونا نختم البث اليوم بكلمة صلاة، نشكر الرب على نعمته وعلى محبته وعلى عطائه لأننا كلنا نصلي. نعم أبانا السماوي الحي المبارك، كم تشكرك نفوسنا يا الله، لأنك أنت من بحثت عنا، من أعددتنا وأعطيتنا وأوجدت فينا الحياة الأبدية بالمسيح فادي. نشكرك إلينا الصالح لأنه عملك العظيم الذي ابتدأته معنا بالمسيح أنت وحدك، مكتوب يا رب بأن الذي ابتدأ فينا العمل الصالح يكمل إلى يوم الرب يسوع. نشكرك يا الله لأنك أنت من أحييتنا، أنت من خلصتنا، أنت من وجدت فينا الحياة، وأنت من تعطينا هذه الحياة بدون قيد أو شرط. ليتك يا الله تنير في هذه الأيام الصعبة، في هذه الأيام المظلمة، العالم يزال أعمى يا الله، ليتك يا رب تنير في كل قلب يقبل المسيح ربا وسيدا على حياته الآن من خلال خدامك الأمناء في الآرامية، وأن تنير يا رب يسوع في كل إنسان يقبلك الآن مخلص لحياته ورب لنفسه كرامة لإسمك الحي. نصلي لك أبانا باسم المسيح كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى دهر دهور، آمين. أمين. طب أنا بس عايز أوصل لكم من القناة الآرامية بتشكركم على دعمكم المستمر ودعمكم المادي، وبرضو بتذكركم بالدعم المادي اللي هو المهم جدا للقناة عشان نشر رسالة المسيح. فأنا بصلي أن الرب يديكم نعمة عشان تكونوا زي أولاد المسيح اللي قال عنهم الكتاب أعطوا فوق الطاقة، حسب الطاقة بل فوق الطاقة، لأنهم أعطوا أنفسهم أولا للرب. فأنا بشكركم على دعمكم المستمر، وبتمنى تستمروا في الدعم، والرب يبارككم ويبارك تعب محبتكم. مرة تانية أخويا كريم بشكرك، الأخ جورج بشكرك، جناب القسيس أنا بشكرك، وتشرفت بيكم النهاردة. أتمنى تكون الحلقة سبب بركة للكثيرين، وكمان في إعادة بثها على كل الميديا، كل التواصل الاجتماعي، إنها تكون سبب بركة لكل بشوفها في كلمة صغيرة. أنا مرة عملت برنامج أو حلقة في برنامج عن أهمية كلمة الله، وكنت فاكر ان الحلقه دي مش هشوفها غير المسيحيين فقط، لان كان بيتكلم عن الكتاب المقدس وكلمه الله. انا دايما بعمل حاجات عن المقارنه بين الاثنين، لكن بعد 4 سنين وصلني رساله من واحد من الجزائر كان شاف الحلقه بعد 4 سنين، وابتدى يسالني وابتدى يتابع. ونشكر ربنا، الرب قاده لمعرفه المسيح. فانا عايز اقول ان حتى عدد بس البرامج على صفحات التواصل الاجتماعي الرب بيستخدم كل مجهود، وحتى بيستخدم ضعفاتنا، لأن احنا أضعف جدا جدا بدونه نحن لا شيء. الرب يبارككم ويبارك تعب محبتكم. لأخ كريم لو عايز تقول أي كلمة ختامية الأمر ليك، أنا كده خلصت. هو بس في كلمة تذكير للحبايب المشاهدين وأخوتي المسيحيين، يا ريت أيضا ويب سايت قناة العالمية يكون على الشاشة. حبايب الرب، إذا في إعلان فاتكم، إذا احنا أعلننا عن أي إعلان أو أي برنامج وفاتكم هذا البرنامج، تدخلون لويب سايت قناة الآرامية اللي موجود على الشاشة www.abnsat.com. هذا الويب سايت يا ريت تصورون الشاشة، هذا الويب سايت خلوه عندكم، دخلوا إلى هذه الصفحة وهو ويب سايت قناة الآرامية الرسمي، تجدون كل الإعلانات وكل البرامج مسجلة، اختبارات العابرين وأيضا الإنجيل وأيضا إهداء الإنجيل وأيضا التبرع. إذا الرب غادك أنك تتبرع وما تعرف كيف تتبرع، فادخل هذا الويب سايت، في طريقة تبرع بسيطة جدا، تستطيع تتبرع بأي مبلغ الرب يضع على قلبك، وهذه التبرعات تذهب إلى الخدمة والخدمات اللي موجودة في قناة الآرامية، والرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلام. شكرا جزيلا. أمين. الرب يبارككم.